بطولة السوبر بطولة مهمة طبعا، و يعني بنتمنى إن شاء الله إن احنا نبقى مركزين ونقدم كل اللي عندنا، عشان محتاجين إن شاء الله تبقى أول بطولة لينا سوبر، تبقى حاجة مهمة بإذن الله للفترة اللي بعد كده. فنتمنى إن شاء الله إن احنا بداية من ماتش فيوتشر قبل النهائي، نتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى مركزين ومستعدين، وان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه ونكسب باذن الله ونوصل للمباراه النهائيه. والله احنا الفتره القصيره دي يعني بنلعب في كذا بطوله، افريقيا والدوري، ودي بطوله السوبر طبعا، وبطوله قريبه وبطوله دايما بتبقى من ماتش واحد، بس السنه دي مباراتين. فقعدنا واتكلمنا طبعا ان احنا مهم ان احنا عايزين نجيب بطولة أو بطولة النادي، وتبقى حاجة كويسة وحاجة كبيرة لينا.